شو بده يصير؟ كيف بدك تدفع؟ منين بدك تسرق؟ إذا بدك بطاقات ليلى ونجلة لهلأ ما سرقتهم؟ في مجال تسكتي؟ البطاقات ما بتكفيك، طول حياتك ما بتقدر تجمعهم. أنت سكتي وأنا بعرف شو بدي ساوي. فيني أعرف شو بدك تساوي؟ المفتشين موجودين بالبنك، شلون بدك تسرق من حسابات العملاء؟ عم قلك أنا بعرف شو بدي ساوي. شلون بقى؟ بدل ما تصلح اللي عملته بدك ترجع تسرق من أول وجديد شوكات؟ ما رح يخطر على بال المفتشين إنه حدا رح يعمله وهن بالبنك. أنت أكيد جنيت. شو بدي ساوي؟ قلي لي. لو عطيتيني المصاري ما كنت غرقت بالوحل مرة تانية. ما بيطلع لك تحكي معي ولا كلمة، فهمتي؟ هلأ بدك تحملني مسؤولية أعمالك؟ أنت الوحيدة سبب مصيبتي. عملت كل هالشي مشان تكوني مبسوطة، بس ما بين معك، أنت دمرتيني. صباح الخير. صباح النور. صباح. أهلين ابني. عود حبيبي، الشاي لساته سخن. ما بقدر، بدي روح. المفتشين عم بيبكروا، مشان عجقة السير لازم روح بكير. الشوفير وصل، هلأ بنطلع سوا وبقول له يوصلك بالأول. والله يا ريت. بنتي عدي لسه ما أكلت؟ أكلت. هلأ بناكل بالشركة كمان. خدوا عائشة معكم، رفيقتها مو جاية تاخذها اليوم. ماشي، يلا تعي معي. تعي. أنا شبعت دايمة. صحتين حبيبتي. صحتين وهنا. يلا دعولنا بخاطركم. مع السلامة، إن شاء الله موفقين شغلكم. شكرا بابا. عائشة تعي، خدي سندويشة معك. مطب لا تخاف. لا تواخذني، الظاهر إني غفيت. مو مشكلة، ما نمتي للصبح. بتحبي نوقف بشقرنا ونفطر؟ برأيي بلا ما نضيع الوقت، مناكل أي شيء ونحن ماشيين. بس إذا بدك وقف. إيه لا لا، شو أنا اقترحت هالشي مشانك أنت. لازم نوصل بسرعة حتى أخلص شغلي وأقعد مع أهلي أكبر منتي. إذا بدك نامي عندهم. لا، لما تخلص شغلك مرخدني، خلينا نرجع على بيتنا سوا. طلع قدامك. نعست، أنا آسف. رجعي نام. يلا بتمل هيك لحالك حبيبتي، ريحي جسمك. يلا حاولي ترتاحي. يلا ردي أنت. هاد رقم البيت؟ ألو؟ هذا اللي ناقص، عم تجاوبي بداله؟ أعطيني ابني، بدي أحكي معه إذا ما بيصير سئلة. آسفة حماتي، تحسين هلأ عم يسوق مشان هيك رديت. هاتي لشوف، هاتي. بدي أعرف ليش هربتوا الصبح بدون ما تاخدوني. ما حبينا نفيقك من الصبح. أنا ما عم بسألك إلك يا خانم، أعطيني ابني. أعطيني ابني، بدي أحكي معه. ما بيقدر، عم يسوق السيارة.
شو هالعلاك الفاضي هاد؟ لما منوقف بيتصل فيكي خاطرك. الله يهديها ما رح تتغير. آمين. طيرت النوم من عيني. انتبهي على حالك حبيبتي. ايه؟ انتبهي منيح على معلمتك شو بتقول. ايه؟ حاضر. معك مصاري؟ معي. يلا على صفك. مع السلامة اخي، باي. شوكات، عن جد صار هيك معك مبارح؟ فتون حكت لي كل شيء. صحيح خسرت 150,000؟ أنا كثير خجلان. أوعك تخبري حدا بهالموضوع، أوعك. معقول أحكي؟ شو شايفني بنت صغيرة؟ المهم إني نبهتك. تصور لو البابا عرف اللي صار، والله بيروح فيها. شو رح تساوي شوكات؟ بدي حاول لقي طريقة. وشو هالطريقة بقى أخي؟ ما بعرف، عم فكر. اوعك تفكر تلعب مرة تانية، أرجوك بجوز تغرق أكتر، من أصل خسارة كبيرة، اوعك تزودها. خلص ليلى اسكتي، لا تعملي مثل فتون وتزودي علي. بس اللي عملته من حقها، يعني أي وحدة محلة بدها تساوي أكتر من هيك. أنا اختنقت ليلى، خلصنا. هلأ بفتح الشباك وبصرخ بملات صوتي، خلصنا. خلص خلص. ما صار لي زمان قايمة السفرة من هون. إذا جوعانة روحي افطري بالمطبخ. ما بدي. ابنك ما ترك لي نفس للأكل. بنتي شو فيها إذا تأخر شي مرة؟ هي راح بدون ما يفطر. وعمك قلب وشه بخلقتي. ما بده يحكي مع حدا. إي والله مال قلبي من الخناق كل يوم والتاني، أوف يا. معك حق، الموضوع زاد عن حده. يا بنتي إذا طلع مع رفقاته ما رح تخرب الدنيا. شرب له كاستين، شو اللي صار؟ انتي ما بتعرفي شي وما بتعرفي شو عمل، المهم بس دافع عنه. شو هو اللي عمله؟ يلا خبرينا. والله مليت منكم خلاص. يا بنتي اذا في بتمك شي خبريني وريحي حالك. لك شو عم بيصير وما بنعرفه؟ شو هو اللي عمله؟ راح على محل مشبوه، صرف مصرياته على النسوان، يعني راح حط مصروف بيته بالقمار. يلا احكي خبريني. عيب كتير تعملي هيك، عيب يا خانم. امي تركيا بقى، شو بدك منها؟ ولك ما شفتيها كيف رمت الجريده هون قدام عيوني؟ تركيا لا تخليها تعصبك، مو شايفتيها عم تدور على حجه مشان تتخانق؟ والله مليت من الخناق، مليت، ما بقى اقدر.
بابا بدك تروح؟ ايه بدي امشي شوي. وانا كنت بدي اروح على الجامعة، بنطلع سوا. وانا كثير كمان ضايق خلقي، بدي اطلع امشي معك. حاجة بقى زود تلج وقلبة الوش. لسه إلك حق تحكيها خيرية؟ انت سمعت الكلام من نصه واكيد فهمتني غلط، انت هيك عم تظلمني. ممكن بجوز كون حكيت شي كلمة بدون ما افكر، بس ما كنت بقصد بنوب اني زعلك. والله ما بصير نزعل من بعض مثل الاولاد الصغار، تعال نتصالح. ولا شو ما فكرتي بهالشي قبل ما تحكي اللي حكيتيه؟ ليش عم تحكي معي هيك ووشك مقلوب فيه؟ خلص تعال صالحني وخلينا نخلص من هالهم. ماشي. لا مو هيك بدي، لازم تطلع من قلبك. ماشي. استناني 5 دقائق بس لألبس ثيابي واجي مشان نطلع. أنا ما بقدر استنى، بدي أروح. روحي بنتي روحي، ال5 دقايق مع أمك هلا بصيروا 5 ساعات. شو عم تحكي؟ 5 دقايق بس وبكون هون. مين رمى هالجريدة على الأرض؟ ما بعرف، بتكون وقعت. أنا لازم أروح بابا. ديري بالك على حالك بنتي. شكرا. مع السلامة. عفوا استاذ، كنا بدنا ندقق الايرادات الشهريه. بعد شوي سوسن، هلا ما فيني اشوفك، بعدين. طيب امرك استاذ. هالموضوع كتير جدي وخطير، قبل ما نتاكد من كل الحسابات ما فينا نتهم حدا بالشي، ما هيك؟ طبعا نحن ما بنحب نظلم حدا. مو قلت لنا انكم دققتوا كل الدفاتر؟ هاي معلوماتي وشوكت هو اللي دققهم. واكيد ما لقى اي خطا؟ هيك بظن، لأنه لو في خطأ كان خبر عنه. هو موظف موثوق، والحقيقة أنا كتير مستغرب يلي عم تقولوه هلأ. عكل ما تأكدنا رح ندقق أكتر، وإن شاء الله نكون نحن الغلطانين. إن شاء الله، وإلا رح أنصدم كتير. لازم توقع لي هون. طيب بس لخلص اللي بإيدي. لا تستنيني لما تخلص بوقع. شو في شوكات؟ ليش معصب؟ عذبناك. شبههم كلهم طالع خلقهم. نتمشى على الكورنيش ونشرب شاي بشي محل. عم تفكري بالقعده قبل ما نمشي. ليكي اذا بدك تتعبي بعد خطوتين ارجعي. حاسستك مو حاببني روح معك وهالشي زعجني. يلا نروح. يلا شو هالمفاجأة الحلوة؟ مرحبا يا جماعة. مرحبا. مرحبا جار، كيف صحتك؟ ماشي الحال من الله بألف خير، عايشين والحمد لله. حلوة هالزريعة. في مرة سمعت إنه الست نهى بتحب هيك نوع مزريعة، بدي أزرع لها إياهم بجنينتها.
أركي الله بيلهمها وبتحبني شوي. فكرتك كتير حلوة. شو بدي أعمل؟ طلبت من قائم مقام يساعدني، قال لي حل أمورك بنفسك، وأنا هلق عم حلها. ما بدنا نعطلك عن شغلك أكتر من هيك، يلا خاطرك. مع السلامة. بالتوفيق. مع السلامة. مع ألف سلامة إن شاء الله. إيه إيه إيه، لحظة لحظة، كنت رح أنسى الموضوع. امبارح ما كنتوا بالبيت؟ بلا كنا بالبيت. شوفي، في مرة سألت عنكم وقالت لي إنها من معارفكم، وأنا دليتها على بيتكم، وبعد نص ساعة شفتها راجعة من حارتكم، فكرتها ما عرفت البيت. كنا بالبيت وما في حدا إجا لعنا. مين ده تكون يا ترى؟ شو شكلها؟ وحدة حلوة كتير، طويلة وناعمة وحلوة وممشوقة مثل عود الخيزران، وفي خصل شيب كتير حلوة نازلة من شعرها. تفضلي. عم تدوري على حدا؟ انت بتعرف لهي المرة على رضا؟ بيقولوا الماضي مضى وراح، تاري الماضي شباك ما اسهل فتحه. خيرية، خيرية اسمعيني بقى. شو هالجنان؟ هاتي الأفتح. بعد. حسبي الله. عم قلك هاتي أنا بفتح. قلتلك بعد عني بقى، أنا بفتح. خلص بعد. شو بكون؟ ما في شيء. تعال شوف، تعال نحكي. تفضلي فوتي. صاير شيء معكم؟ الموضوع ما بيخصك بنوب. هات لشوف، احكي لي من امتى إلك بتعرفها لهي المرة؟ بعرفها من زمان، من زمان. احكي احكي احكي، يلا احكي. اسمها سامية، بعرفها من زمان. كانت حبيبتك. شو هالتفكيرات؟ كانت بزمانها صديقة، هذا هو كل الموضوع. شو معنى هالحكي؟ فهمني. ليش العصبية هي؟ طولي بالك وروقي. روقي. الله أعلم إلك كم صديقة ولسه ما منعرف. يا حبي الشؤون، كنت عم تضحك علي طول هالعمر اللي عشناه. استحي يا خيرية، شو هالحكي؟ عم قلك معرفة قديمة، اللي ما شفتها أكثر من 40 سنة. قاعد عم تعد السنين؟ مالك عم تعد الأيام كمان؟ انت ناوي تستفزيني يا مرة؟ عم بتعلي صوتك لحتى تخبي عيبك. عيب؟ عيب شو هاد؟ لا تعصبيني. من كم يوم كنت طالع اتمشى، قمت شفتها بالصدفة بالسوق، وسلمنا على بعض بشكل عادي، هذا اللي صار. وانا صدقتك. هات لشوف، بدك تحكي لي كل شيء وبالتفصيل كمان. بدي افهم لشو خبيت عني هالقصة من الاول. إذا بدك تبكي ما بحكي لك شيها. خلص سكتت، أحكي، ما رح أبكي. لما كنت لساتني طالب. إعدادي ولا ثانوي؟ لا بالجامعة. يعني كنت واعي ومالك صغير. بطلت أحكيها. خلص، كنت بالجامعة وبعدين؟ كنت روح أنا ورفقاتي على محل، وسامية كانت تتغني فيه هنيك. أوه، وجنابة مطربة كمان. Thank you.
سيد أحمد؟ ها؟ ست نهى، كنت بدي أطلع أطلب منك مي، إذا في مجال جيبي لي ستل مي مليان مشان نسقي الزريعة. ما بقدر، أنا مستعجلة لأنه في زبونة عم تستناني. يا خسارة، كنت عم قول لو نسقيهم مي سوا أنا وياكي. أنا مالي مستعجل، بستناكي. شو هالحكي؟ ليش جايب لي هالزريعة لهون؟ بترجاك لا تحرجني. سمعت إنك بتحبي هالنوع من الورد، حبيت فاجئك وازرع لك اياهم بجدينتك هون. الله يسامحك على هالعمله. الناس بتحزز بالاغاني وانا بدي حزز بالزريعه. قعدت وقلت لحالي اذا عاشوا هالوردات هدول رح يصير اللي بدي اياه، يعني ست نهى بالاخير رح تقبل فيني. هلا شو بدهم يقولوا الجيران عني؟ مو حلو بحقي هذا اللي عم تعمله. الجيران بيراقبوا وبيحكوا. عن انو جيران عم تحكي؟ قصدك علي رضا بيك وعيلته؟ هنن مشغولين مو فاتين لحدا، عندهم مشكلة. ليش شو صار عندهم؟ بظن انه مرته تضايقت من مرة غريبة سألت عنه، أنا كنت السبب بهالقصة. امبارح اجت وحدة مرة وسألتني عن بيت علي رضا، وصفت لها البيت. وراحت بعد شوي رجعت وقلت هالحكي لعلي رضا بيك، ويمكن الست خيرية شافت المرة، بس شو صار؟ أنا ما بعرف. يا شو هالقصة؟ لما وصفت لهم شكل المرأة، خيرية خانم سألت علي رضا بيك إذا كان بيعرفها، وهو قال لها إيه، بس ما كان على الحشيشة، وخيرية خانم زعلت ورجعت على البيت. وصف لي هالمرأة إذا لساتك متذكرة، في خصل بيضة بشعرة من قدام؟ هي مين بتكون؟ ما بعرف، مبارح لمحتها بجنينتهم. ولا مدام الست خيرية زعلاني لهالدرجة، معناتها في شي مخبى ما حدا بيعرفه. اوعى تحكي عليهم، يا ريت تهتم بشغلك وبس. سيد أحمد، اليوم هذا شغلي وبس. ست نهى، ست نهى، وقعت منك هالورقة. إيه ولا وقعت منك؟ لا بقى تكتب لي مكاتيب بنوب. لا توقفي بطريق سعادتي، كم كلمة بريئة بفيدوا ما بيدروا. أنا ما عم بقدر صدق كل هالحكي، ما فهمتها كيف قدرت ترافق هيك وحدة. هلأ بدك تقلي شو كنتوا تحكوا مع بعضكم لما بتسهروا، بدي أفهم شو كنتوا تعملوا. كنت روح اسمع صوتها، وأحياناً كنا نحكي مع بعضنا. حل عني، قول كلام ينسمع. أنتوا رجال روح قلبكم السهر والنسوان لكان. أنت عن جد حبيتها؟ كنا لسه أولاد صغار. أنا عم بسألك حبيتها ولا لا؟ هالقصة من الماضي إلها أيام وسنين، انسيت شو كنت حس تجاهها. بس لما شفتها عرفتها من أول نظرة، والظاهر هي ما نسيت كمان وإجت لحد هون. ليش؟ روحي اسأليها. باي أنت لسه ما قطعت الأمل فيك. خيرية، ما بيجوز، عيب هالكلام. ليش إجت لهون؟ أنت متجوز وعندك أولاد؟ تعرف هالشي، حكينا وخبرتها. وين حكيتو؟ رحتوا قعدتوا بشي محل؟ بجوز عزمتها على المطعم. خيرية، خلصنا بقى، مليت. ما في داعي تقول هيك، إلك فترة مبين عليك إنك مليت. أنت مو طايق تشوفني. فشيت قلبي بكلمتين عملتن حجة وما عادت حكيت معي. قال شو؟ أنا الغبية زعلت وندمت لأني زعلتك. تاري كل هالقصة إنه حبك القديم طلع من أول وجديد، اللي مشان هيك أنت متغير. أنت ندمان لأنك تجوزتني مو هيك؟ ما ندمت على شي بحياتي إلا لأني حكيت لك عن قصة مثل هاي. معقول ما في ثقة بعد هالسنين؟ مالك ملاحظة إنه هالكلام ممكن يزعجني ويضايقني؟ معقول أنت عم تشكي بسلوكي بعد كل هالسنين؟ أنا ما عم بقدر صدق، أنت لهلا ما عرفتيني. مظبوط، أنا لهلا ما عرفتك. ألو؟ فتون، أنا فكرت. كيفك؟ بخير، أنا هون باسطنبول. لا إجيت مشان سلم تطريزاتي وهلأ خلصت.
إذا كنتوا بالبيت جاي لعندكم. نحن بالبيت تاعي. في مشكلة جديدة. شو في؟ نجلة وليلى؟ هالمرة أبوكي وأمك تخانقوا مشان وحدة ست. ما فهمت، شو قصدك؟ أبوكي طلع عنده حبيبة قديمة وأمك عرفت. شو عم تقولي فتون؟ معقول هالحكي؟ وأبوكي اعتراف. والله هاد اللي صار. صدقي اللي بتحبي تصدقيه، مثل ما بدك. أنا ما عاد أقول لك شي بعد هلا. اسمعي هي صوته. شي بدك تقوله؟ ألو؟ ألو فتون؟ يلا تعي مستنيتك. فكرة جاي لهون. هي باسطنبول عم تسلم تطريزاتها للمحل. ايه طيب. كأنه ما انبسطتي؟ روحي من وشي، ما بدي اسمع صوتك، مالي طايقة حدا بنوب. شو عملت لك؟ انت شو بدك مني؟ ليش عم تسألي؟ شو في؟ تخانقتوا؟ فتون روحي من وشي، احسن ما ضايقك او ازعجك. ها حلي عني. يلا لشوف روحي التهي لك بشي لهوة غيري، المهم روحي من خلقتي. أكيد رح يمشي حالهم هدول، مو هيك؟ أنت تمر المعلقتين بجنينة وبعد فترة صغيرة رح تشوفي كيف رح يكرهها ورح يتركوا بعضهم. إيه؟ معناتها رح أعطيهم لرفيقتي لتطمرهم بجنينة هديك المرة. اوعى تتدخلي بهالمواضيع يا درية، والله حرام. آه، وإذا كان العمل للخير مو حرام. حرام رفيقتي وضعها كتير صعب، بتركها هيك بدون مساعدة. ومنو هي رفيقتك بقى؟ أنت ما بتعرفيها. سهرة حابب بنت مو من مستواهم، وبنتها رح تموت من القهر. طلبت مني ساعدها ليترك هالمرة. حرام والله حالتهم بتبكي الحجر. معقول شوف بيتهم عم ينخرب وما أعمل لهم شي؟ شو رح يصير يعني؟ إذا كان الواحد بيقدر يمد إيده لجيرانه ليش لا يقصر؟ ليكي رح أعطيكي كمان شغلات تانية بتفيد. هاتي هاتي، لا تتركي شي. المهم هالمرة تترك هالشاب الآدمي. في بهالكيس إبر مقري عليهم، وزعيهن على أواعي هالمرة وشوفي شو رح يصير بعدين. هاي الطريقة مجربها، وكل ما لبست واعة رح تتضايق وتزعل من جوزها. أخ يا سلام. وما رح ترتاح بالمحل اللي قاعدة فيه بالمرة، ورح تهرب وهي مرعوبة من البيت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وليلى إنه تغرز الإبر منيح بالتخت منشان ما تعرف النوم لا بالليل ولا بالنهار. الله يطول لي بعمرك. وقديش بدهم يكلفوها هالشغلات؟ مو كتير، بس 200. آه لا والله كتير، مسكينة ما بتقدر تدفع هالمبلغ. رح أعطيكي 100 وحدة. لا والله ما بتوفي معي. 150. مستحيل. استني شوي، رح أدفع لك هلأ المصاري مني وبعدين أنا ببقى باخدهم منها. Thank you.
امتى بقى بدي اخلص منك وارتاح من وشك النكد؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايه بنوب، شو اللي جابها لهون على باب بيتي؟ سكري بقى هالموضوع خيرية قبل ما بلش حصب عليكي. إذا كان كل شيء انتهى وكل شيء كان صار من الماضي، ليش ما قلت بدها تزورك؟ ليش لتخبي عني هيك قصة؟ وأنا شو عرفني إنه رح تزورني؟ لو ما كان في إن بالموضوع كانت قالت إنها بتعرفك، مثل ما قلت أنت. فهمني، ليش ما قالت إنها بتعرفك؟ قال البيت عاشبة والجنينة بتجنن وكله علاك بعلاك. فيك تفهمني ليش عملت لنا هالزيارة؟ مشانك ولا مشاني؟ خيرية، الله يرضى عليكي. خلاص انا راح اقتنع، ما راح نخلص من الحكي الفاضي. طبعا بدك تنزعج، مفكرني راح اسكت؟ غلطان اذا مفكرني غشيمه. لوين بدك تروح؟ بدي روح شم شويه هواء. ايه روح، يلا روح، لازم تتنفس اوام. يا ترى بتعرف بيتها ولا بدك تسال مثل ما سالي؟ خيريه، عن شو عم تحكوا؟ عن اي بيت بده يسأل؟ لك يا الله، ليش هالبكي؟ بعدي بعدي، تركيني بحالي. لوين؟ على الحمام. شو كمان انت صرتي من لجنه التفتيش؟ انا اسفه، بعتذر.
لو سمحتي يا آنسة سوسن، ممكن تجي لعندي؟ حاضر مدام. ألو، آدم بيك؟ مرحبا، أنا شوكت. شكراً لك، أنت كيف صحتك؟ والله حبيت طمنك وقل لك حولت لك المصاري على الإنترنت. إيه هلأ صاروا بحسابك 150,000، إيه المبلغ كامل. لا بالعكس، أنا اللي بدي أشكرك. بنوب والله هالأسبوع ما رح أقدر، لأنه جاينا ضيوف من برات البلد، وبتعرف مو حلو أتركهم وأطلع. طيب منشوفك، مع السلامة. بظن هاد ماشي. بدك أي خدمة تانية؟ شكراً لك، تكرمي. مرحبا. اهلا وسهلا. استاذ يمان عنده ضيوف هلا. عن جد؟ هلا بيطلعوا، ما بظن يطولوا. فيني انتظر عندك؟ ايه ليش لا؟ تفضل عود. كيف حالك؟ منيحة، وانت؟ تركت البيت. لا، معقول؟ أخذت بيت صغير لأني قررت أقعد لحالي بعيد عن البيت شوي، مشان أقدر أفكر بشكل مزبوط وما أخذ قرار أندم عليه، هيك بيكون أضمن. وبنفس الوقت ما بكون تركت بيتي، يعني بين وقت والتاني بتطمن عليهم، وأحياناً بطلع أنا ويارا. بكرة موعد محكمة فتون. بعرف. إن شاء الله بالتوفيق. يا ريت بكرة تحدد لي السعر المناسب. بكرة بيكون عندك. خاطرك، ببقى بشوفك. أهلا وسهلا. خاطرك أستاذ. خاطركم. مع السلامة. خاطرك. مع السلامة. خاطركم. مع السلامة. جون، تفضل. عن إذنك. ليلى، أنت تفضل لجوا. آدم اتصل فيي، عم بيقول شوكة دفع له مصرياته. شلون؟ سكر له كل حسابه وما بقى له عنده شي منوب. ومن وين جاب المصاري؟ ما بعرف. المهم انتو ترتاحوا، خلص خلصت المشكلة وما عاد في شيء. في عندها ليلة شي مشكلة؟ شوكت خسر امبارح مبلغ كبير، خسروا آدم 150,000 ليرة. اوف اوف اوف. ليلى المسكينة وشها الصبح ما كان عم يتفسر بنوب، كانت زعلانة كتير ورح تبكي. وشو كان بده شوكت بهالعلقة؟ شو بعرفني يا رجل، هيك صار معه. المهم هلأ دفعهم ومشي حاله. وهالمصاري يا ترى منين جابهم؟ من شي تجارة؟ منين تجارة يا حسرة؟ بيكون دينهم بالفائدة. لا، في عائلة بيعملها؟ ايه هو عملها قبل هلأ، وأنا ساعدته وسددت له ياهم كلهم. مو انت اللي اخذته وعلمته على قمار؟ يا اخي نحن بنلعب مشان تسلاي، ما توقعته يكون ضعيف الاراده لهالدرجه هاي. المسكين ما انا ولا صغير، لازم يسيطر على حاله، بس هو ما بيقدر. انا شو بعرفني انه راح يغرق باللعب هالقد؟ شو هالمصيبه هاي؟ ندمت لاني عزمته وزعلان مشانه. Thank you.
برد. الو؟ مرحبا فتون. اهلين ليلى. ليش ما عم تردي على موبايلك؟ ما سمعته بالغرفة. شوفي شوكت دفع المصاري. عم تسمعيني؟ شو؟ شلون دفعهم؟ ما بعرف. الزلمة خبر يمان وهو إجا خبرني، قال لي الموضوع انتهى. ايه طيب. برأيك من وين بيكون جاب المصاري؟ شوفي اسأله، ما بعرف. لمين؟ اوعك تسألي، ما بدي يعرف انه انا خبرتك. ايه طيب. لا تقولي له اي شيء عن يمان، اوعك تحكي، لا تخليه يحس بشي، لانه بجوز يجي هو يخبرك لحاله. اوف ليلى. رح سكر هلا، ببقى بشوفك وبنحكي. باي. ليش عم تحكي بصوت واطي؟ فهميني شو في بينك وبين اسرار. انت سكتي وانا بعرف شو بدي ساوي. فيني اعرف شو بدك تساوي؟ المفتشين موجودين بالبنك، شلون بدك تسرق من حسابات العملاء؟ عم قلك انا بعرف شو بدي ساوي. شلون بقى؟ بدل ما تصلح اللي عملته بدك ترجع تسرق من اول وجديد شوكات؟ ما رح يخطر على بال المفتشين انه حدا رح يعمله وهن بالبنك. وبعدين معك. لمين كنت عم تقولي هالحكي؟ مع مين عم تحكي؟ اوف اوف. ليش عم تتأففي؟ شو الحل معهم يا ربي دخيلك؟ اوف. الو سهى، اعطيني امك لو سمحتي. امي مو بالبيت خالة خيرية. بالله بسيطة. لحظة اجيت. امي تعي تليفون. مين؟ القهوجي. عملتها فيكي هاي الخالة خيرية. هلا بورجيك لخلص. الو خير خيرية. حبيبتي خبريني شلونك اليوم. عم نركض طول النهار. تعي لعندي لنشرب قهوة. يلا. والله هلا لسه فت من الباب. تعي نقعد شوي. والله ما عم بتحملون. مين هدول؟ صارت شغلات كتيرة معي. تعي لأحكي لك. تعي. طيب جاي بس لغسل ايدي ووشي بجي لعندكم. عم بستناكي حبيبتي. يلا لا تطولي. شوفي بدي اقول لك وانت عم تتمسخري علي. هذا الحساب له فوائد خاصة. طيب. ألو؟ شو عم تعمل؟ قاعد عم بشتغل. كأنه لقيت حل للدين تبعك؟ إيه. وشو هالحل؟ وأنت شو بيهمك؟ رجعت دخلت على حسابات العملاء؟ بعت أسهم تجارية لعميل. أنت جنيت؟ والله رح تتبهدل ورح تشوف. الأسهم سنوية والعميل نفسه مو مهتم. أصلاً أنا اللي كنت سكره، وحسب معلوماتي ما رح يحس بشي. لا تخاف. وشو اسمه هالعميل بقى؟ شو بدك أنت؟ مين ما كان يكون؟ تعرف أنا عملت اللي علي، إذا وقعت أنا ما رح ساعدك. سألتي وجاوبتك، لا تخليني أندم مني حكيت لي. سكري الخط، منحكي بالبيت. اسمع شو بدي أقول لك لكن. تفضلي. أهلا وسهلا بنتي. عندي خبر جديد رح يفاجئك. سكري، بابا صار هون. أها. خلص بشوفك. أهلا وسهلا بابا. أهلا بابا. قلت لحالي متغدى أنا وياك اليوم، بس الظاهر إني بكرت شوي. أنتوا إمتى بتنزلوا على الغداء؟ لسه باقي 5 دقايق ومننزل. مرحبا. أهلين، كيف الحال؟ الحمد لله. هدول المفتشين ما بيتضايقوا من وجودي؟ ما لهم علاقة بشي، لا تخاف. رح أطفي الكمبيوتر ونمشي. في محل كتير حلو منروح مناكل هنيك. طيب، بس على حسابي مو على حسابك. موافق. يلا. خاطرك بنتي. مع السلامة يا عمو. Thank you.
فكرات؟ أهلين خالي نهى. إمتى وصلتي حبيبتي؟ والله اشتقنا لك كتير كتير. وين كنتي مخباية؟ كنت فوق عم غير أواعي. شوفي، أنا حكيت مع شوكت من شوي، أبوه كان جاي لعنده زيارة. إيه شو عليه؟ يعني لا تقلقي. إيه؟ ولا بقى تظلمي لعمي. تعرفي مو هيك؟ أكيد كنتي عم تتسمعي. والله ما حدا بيقدر عليكي. هي فكرة. هي نهى، أنا دقيت لها تجي. أيوه، ما كان ناقصنا غيرها. Toz duman eder bu şehir, yalnızlığa inat, iklimler değişir.